مسابقة ملكة جمال التراث والفولكلور زناتا كانت نتيجة ديال مجهودات ديال لجنة المرأة والطفولة بجمعية إشراق زناتا الجديدة. وهذه المسابقة كانت في إطار البرنامج العام ديال المهرجان الوطني لثقافة وتراث البادية بزناتا المنظم من طرف جمعية إشراق زناتا الجديدة، وكانت سهرة فنية بمشاركة مجموعة امديازن يوم الافتتاح اللي هو 21 في إطار المهرجان المحلي اللي درتو جامعة عين حرودة. واليوم نهار 22 كان كاستينغ لاختيار المشاركات في مسابقة ملكة جمال البادية. نهار 23 بفندق بفندق جنان فضالة بالمحمدية كان الكوتشينغ والإعدادات. اليوم كان حفل تتويج ديال ملكة جمال التراث والفولكلور وصفتها الأولى ووصفتها الثانية، كما تم تسليم وشاح لموديل لسفير الموضة والجمال يوسف زريوح، وكذلك للسيدة فاطمة الزهراء رمان سفيرة القفطان المغربي بالمغرب وبأوروبا، وكذلك هي ملكة جمال التراث بروما. واليوم الحمد لله كيف شفتوا كانت المسابقة كانت بطريقة مستوى عالي، وتم التتويج ديال هدى الإدريسي من مدينة فاس، وكانت مشاركة من جميع المدن تقريبا من عين حرودة، من زناتة، من الفضالة المحمدية، من القنيطرة، من الرباط، من فاس، مراكش، من الدار البيضاء. وكانت الحمد لله كنشكروا الشركاء ديالنا اللي هما المجلس الجماعي عين حرودة، جهة الدار البيضاء ستات، اللي كنشكرها جزيل الشكر اللي وفرت لنا هاد الفضاء هذا بفندق الإقامة وبجميع المسائل ديالو، فندق جنان فضالة. وكنشكروا كذلك وزارة الثقافة اللي هي الشريك ديالنا في المهرجان. كذلك كنشكروا شركة بوليكلان اللي غتساهم معنا إن شاء الله في الإنجاح ديال السهرة ديال غدا، وكذلك شركة الهشاني. كما أود أن أشكر الصحافة ووسائل الإعلام الإلكترونية والمكتوبة والمسموعة والمرئية، وكذلك كنبغي نشكر الإدارة ديال الفندق. المهم المسابقة ديالهم كانت في المستوى، كانت المتوجة الأولى بالمسابقة ديال ملكة الجمال هدى الإدريسي من مدينة فاس، الثانية آية زاد من مدينة فضالة، مدينة المحمدية، مدينة الزهور، والمتوجة الثالثة الإيمان العبي من مدينة القنيطرة. كانت الأمور في المستوى الحمد لله كيف شفتوا، ويوم غد إن شاء الله غيكون الحفل الختامي سميته حفل الوفاء.